الآن المسلمون غثاء غثاء، يعني حالتنا الآن تشاحن، تدابر، تقاطع، سباب، أن يغزو بعضنا بعضا مثل السابق كما كان في السابق، أحيانا على بكن أخينا، إذا لم نجد إلا أخانا. في الجاهلية يغزون، نغزو أخانا، إن لم نجد إلا أخانا، إلا أخانا. وهل أنا من غزية؟ هو شاعر، هل أنا من غزية؟ أن غزت غزية، أن ترشد غزية أرشدي؟ هذا الآن عندنا تقاتل وتقاطع وسباب وطعون واحتلال. 7 شهور، 7 شهور الآن حرب أهلية في السودان، 7 شهور بين هذا حفتي وبين البرهاني، 7 شهور قتل لحد الآن. ومن كم يوم راح هذا حفتي ما يسمونه إلى غرب السودان واحتل هناك المدينة الكبيرة وقتل. بيسنا بينا شديد، ما في يعني الأمر الأول اللي يأتي خليفة راشد أو واحد قائد عظيم ملهم رباني ثم يقودها إلى كتاب والسنة بفهم السلف الصالح، يأتي إن شاء الله عز وجل، لا شك بي، والله ما أشك بذلك، لكن هذا النور يأتي إن شاء الله ولا يأسه ولا قانون، لكن بعودة حميدة، عودة حميدة صادقة، وفاء كتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أن نعرف من هو العدو الحقيقي أمامنا الآن، اليهود والنصارى وهؤلاء الناس، من كان من أذناب من المجوس وغيرهم، لابد من فضحهم وكشفهم. ومن هذا الشيء حتى نسلم من هذا الذي أصابنا الآن، ترجعون إلى أمركم الأول كما قال اللهم صل عليه، تكون فتنة المخرج منها صلى الله، ترجعون كلكم أو معظمكم أو جلكم حكاما محكومين نساء رجال شباب إلى الأمر الأول اللي كان عليه الصحابة الكرام، من محبة، من إيثار، من وفاء، ليسأل الصادقين عن صدقهم كما قال عز وجل. الصادقين يسأل الصادقين، يسأل الصادقين سبحانه وتعالى، يسأل الصادقين المفروض يعني ما المتبادل يسأل يعني غير الصادقين، لا هنا الصادقين عن صدقهم كما قال عز وجل، صادقين ربنا سبحانه عن صدقهم، هل هم صادقون؟ قال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني الذين آمنوا سورة التوبة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نزلت في توبة كعب بن مالك اللهم ارضى عنه، ربي نجاه، هو ربي نجاني بالصدق، كان صادق مع عز وجل. صدق معناه التبرؤ والبعد عن الحول والقوة، وأنا أخذت كذا وأنا سويت كذا، البعد عن هذا الشيء، أن نقول لا حول ولا قوة للمسلمين إلا بالله سبحانه وتعالى، معناه حول القوة أبدا. نرجع إلى فهم الصحابة الكرام، ما يمكن أن تقول أن قائم والله بالتبرؤ من الصحابة الكرام واستكفاء عنهم بشخصيات ومعاداتهم، ما يمكن خذلان هذا الشيء، مخذولون نحن إذا تبرنا أهل الصحابة الكرام. والعقيدة السلفية الصحيحة هذه هي المناط والمنجاز مع عذاب الله سبحانه وتعالى، مع أن نقول لا حول لنا ولا قوة يا ربي،
حديث عند أحمد شيخنا بني قوة قال عبد لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى إذا قال العبد ما تقول إنما أوتيت على علم عندي، لا 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 ما تقول هذا الشيء، كما قال لعنه الله اللي مات كافر وهو قارون، لكن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى أسلم عبدي واستسلم، شغل أباني قوار واسعة، أسلم عبدي واستسلم، أسلم العبد خضع له عز وجل، خضع سبحانه وتعالى باتباعه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أن نعود ونرجع بصدق إلى أمر عظيم كان شيخ الألباني في حياته المباركة كلها من أول ما فهم هذا الشيء العظيم دعا له ونادى به في آخر حياته، وهي التوصية والتربية الكتاب والسنة. شيخ الألباني كان هذا الشيء هو ديدنه، هو هجيره، هو حياته رحمه الله واسعة، التصفية والتربية تصفي الإسلام مما علق به من بدع، تصفية لازم. الإسلام أخوانا فطر في بدع الآن، لصقت زورا وكذبا ومينا وبهتانا وافتراءا، القبور تعبد والأضرحة تعبد والموالد والبدع والصلوات المبتدعة وغيرها، صلاة صيام حجز حتى في أمور فيها بدع طهارة وغيرها. كيف إحنا ننقي الإسلام؟ تنقي الإسلام تصفيه، لازم تصفية مما أحدث الناس في الإسلام من بدع ومحدثات أمور، وتربية، تربية الشباب على حب الصحابة الكرام، كما قال الإمام مالك كنا يربوننا أصحابنا وأهلنا على حب أبو بكر وعمر في أول الإسلام، أثر جيد هذا، حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والعشي والآلاف المؤلفة، حب الصحابة الكرام واجب حتى نرجع إلى هذا الأمر العظيم، نتعلق بحبهم ونعرف جهاد الصحابة، نعرف جهاد الصحابة الكرام ضحوا بأرواحهم، أنس وتتلف في سبيل أن الله يعز الدين سبحانه وتعالى في معركة طاحنة، مع ذلك والأكارم ما بيطول عليكم، أختم الدرس بارك الله خير في مسألة وهي الرجوع الحقيقي إلى الكتاب والسنة في فهم السلف الصالح الصحابة الكرام، خير الناس قرني رحمة الله أجمعين، في فهم عقيدة صحيحة هذه عند الله مقبول سبحانه وتعالى، نحييها نشر بين الناس نشر عظيم، عند أذن ربنا يأذن سبحانه وتعالى في عودة العزة المسلم ترجعون إلى أمركم الأول، شرط أساسي في تحرير الأقصى والله، تحرير أنفسنا من شهوات وملذات. أكتفي بالقد، ربي سبحانه وتعالى، هذا محبتي في الله، الله يبارك في جهودكم وأعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.